السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه على الكناري والحسون ودجاج الزينة وحمام، وتبعوا المقطع حتى الاخر. وراه بزاف الناس طلبوا هذا النوع من الفيديوهات وغنحطوه لكم ان شاء الله في القناة. وتفاعلوا ديروا جيم، راه مهم المقطع كيف العادة. وشكرا جمهور قناة العصر الاوفياء والجدد. صاحبي انا شمسي ولا لا؟ الوطوار هذا الوطوار خلوي دابا اللي شديت هلا فيه. قدام يولي بحال هذا بيعو بالثمن، قدام يولي بحال هذا. انتم كتشوفوا هنا هذا راه موكر ومولف ثابت. هذا تحت الثمن ديالو التحتاني. هذاك اخويا ماشي للبيع، ماشي للبيع. وهذا تتباعو 40 درهم 1000 ريال. 40 درهم 1000 ريال هذا هو الثمن، 50 درهم 40 درهم 800 ريال. كتهلا في شويه راه كيولي ساوي الثمن ياك. تقريبا شحال كيوصل الثمن ديالو؟ 500 600. تهلا فيك يولي الفكريه كيولي يدوي كيوصل 600 500 700 درهم على حساب الطير وصافي، على حساب الجوده ديال الفرخ. الفرخ داكشي اللي كاين. الله يسخر اخي، احتراماتي ليك، الله يحفظك تبارك الله عليك. هذا راه هو الباترون ديال سينكا، هو اللي يحفظك. الله يسهل امرك، الله يسهل امركم، الله يسهل امركم، الله يسهل على الجميع. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. خاطر مولاتي ها هو الاخ راه ديما في السوق. احتراماتي، الله يحفظك تبارك الله عليك. انا شكي الفكريه تهضر مع السيده كنار. السلام عليكم، شحال الثمن ديالها؟ نتاوي من 240 حتى ل 200 درهم. واجدين قراب؟ واجدين اخويا. راه الصفر هنا راه كتشوفوا فيه، هذو كلهم نتاوي ياك؟ كلهم نتاوي اخويا. الفوق والتحت؟ التحت راه الكوره، هذو راه الكوره. الثمن ديال الكوره 300 درهم حتى ل 200 درهم و 290 درهم. من 200 درهم حتى 300 درهم الكوره، داوين شي حاجه؟ داوين اخويا. هذا الشيء بلدي؟ بلدي. لا بلدي، ولكن راه اللوين زوين. اللهم بارك، اللهم بارك، الله يسخر. هنا راه نتيوات والتحت راه كاين الكوره. تخلي الرقم ديالك. ماشي مشكل. اه؟ المهم الا بغى شي حاجه طلع للقريعه على الاخ ما خلاش الرقم، ما كاينش مشكل. الله يسخر اخي، الله يحفظك. احتراماتي ليك، تبارك الله عليك. وهنايا؟ انا راه كاين الكنار الابيض تكير. نتيوا شحال الثمن؟ 35 الف فرانك 7000 ريال 35 اورو. وهنايا هذا وطواط راه داير 200 درهم مولف، هذا راه داير 200 درهم. الله يسخر. القفوزة، هذا القفويز هذا شحال؟ هذا القفويز شحال داير؟ انا يا سلالة الحسنية فالكلام قديمه. انتما كتشوفوا راه قديمه ونادره شويه في السوق قليله. شحال الثمن هنايا؟ 800 درهم. والكلام ديالها كلام زوين. حسنيه الناس اللي حسنيه اللي كتكون بالكلام، وكاين حسنيه ديال الريش. اييه اييه ديال الريش والكلام هي هذه. الثمن راه 800 درهم. هي اللي كتعطى للمقنين. داكشي اللي كاين هنا كتشد المقنين، حتى الميستو تياخذ منه. فوالا. راه معروف هاد الراس الحسنيه. وهنايا البيض، الابيض تكر، هذا تكير الابيض جاي جاي. لا مزيان البيض داوي داوي داوي. الثمن داوين هادو كنقول 300 300. هنا كلشي 300. هذا 300، هذا 250، وهذا 250 فيه البيض. هادو بلديين داكشي اللي كاين. هذا داخل فيه الرومي، لا راس برانيه، لا راس برا. وهاد الطيله هادي انت وجه المقنين ومولف القفز. مولف القفز هذا جطير عنده العامين. هذا جطير تبارك الله راه عنده عامين. انتما كتشوف مولف هذا ثابت. لا لا قديم راه عامين، قديم راه عامين. داكشي اللي كاين انا مبغاش يتبس. بدات البدالات ما تبارك الله، ما شاء الله صحته جيده. والثمن ديالو هذا كنطلب فيه 800 درهم. شاد الودانيه، شاد الودانيه، ويدانيه حر. تبارك الله، الله يسخر. اللهم بارك، تبارك الله عليك وشكرا لك. يلا الله يحفظك. احتراماتي ديال تركيا. هادو سلعة تركيا هادو. هادوك الدفورة شحال؟ هاديك شحال دايرين دوك الشرابات الصغيورين؟ هادو الصغار هادو 3 دراهم. هادو 3 دراهم الوحدة سلعة تركيا هادو. 50. هاديك 50. وهادو هادوك الدفورة. الدفورون 30 ريال. 30 ريال، درهم و10 دريال. درهم و10. درهم و10. وهادوك 3 دراهم. 3 دراهم، سلعة تركيا ياك. هادو كاع سلعة تركيا اللي كتشوفو فيها هنايا. وهادي يا سيدي 50 ريال. هذه 50 ريال، جوج درهم ونص. جوج درهم ونص غير ديال هذه. وهذه الشرابه ديال الدجاج
فينهم هادو هادو جوج درهم هادو جوج درهم والعويدات علاش كيوقف؟ العويدات الدرهم هادوك ديال البيض ديال البيض ولا دير لهم فيهم التفاح كلش كيدير لهم فيهم وهادو هادو ديال الخص هادو ديال الخص شحال الثمن؟ هادو ديال العش هادو جوج درهم هادو جوج درهم وهادوك ديال العش راهما اللي مدورين الثمن؟ ثلاثة درهم عامرين خمسة درهم عامرين خمسة درهم هما فيهم هذا اللي بغى يتزاوج ولا شي حاجة وهاد الضفور هادو الصغار هادو درهم وقراعي ديال ملاقا القراعي ديال ملاقا شحال؟ 260 وهاد هنايا هاد العشاش اسيدي هادو كاين هادو 10 درهم هادو 10 درهم العش وفيه هذيك ديالو العش ديالو راه كديرو فكريه من الداخل ايه هادو 6 درهم هادو 6 درهم العش ديالو هادو من الداخل تقدر دير لي تاد كتعلق كتعلق كيتعلق وهادي اللي بالكريه ديالها تقدر تركب على الكريه برا ولا لداخل هادو 260 هادو 260 كومبلي هادو طاليان هادو طاليان سلعه طاليان واش شرابات لي ليه هادوك جوج درهم هادوك جوج درهم راه ديال البلاد هادوك الشرابات انتوما كتشوفوا هذاك التفويز هادو هاد الملفات هادو هنا ها ثلاثة درهم هاد الملفات ثلاثة درهم وهادو جوج درهم هادو جوج درهم علاقتاش هادو ديال برا هادو ديال برا صحاح بلاستيك صحيح ها انت تشوفهم الفرق اييه هادو ديال البلاد ما انت تشوف اييه هادوك ثلاثة درهم وهادو جوج درهم احنا راه كنتواجدوا عند الحاج ديال برا تا هما هذا تا هما ديال برا الثمن ديالهم تا هما 3 دراهم وهذاك القفيز ديال سطايله ليه هذاك 70 درهم هذاك 70 درهم وهذا القفوز اللي هنا هذا سيدي 30 درهم هذا 30 درهم من الواحد اللي بغى سطايله ولا الحداد اياه اياه الميسو تاع الكنار ديروه هنا تاع الكنار يدار ها انت باش ها انت ما كتشوف الثمن قلتي لي ها 30 درهم 30 درهم حنا بعناهم دابا هاجي مولاهم تاع الله يسخر وهاد العشاش نعم هادو 30 درهم هادو 3 درهم والرقم ديالك الحاج الرقم ديالي واحد خاصني اييه انا ناخذ الرقم عند الحاج ما انتم كتولوا معنا الشرابات الوكالات كلشي عنده عنده هاد الحجر علاش شي حق منقاره هاد الحجيره شحال دايره؟ اه الحجيره درهم الحجيره درهم باش قاد منقاره يا سيدي عندك 0 6 76 92 95 75 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي عجبو هاد السلعه راه تواصلوا معاه راه ييسر معاكم هادشي اللي كاين الله يسخر احتراماتي ليك بارك الله فيك بارك الله عليك الحاج الله يسهل امرك صايب اش مسؤوله لهنا ديال الدجاج؟ باطا فريزون كازاكي فريزي ثمن ثمن ديالهم ها 130 درهم بياسة والسن ديالهم هذا باقي صغار ياك عندهم شهرين كلشي ثمن واحد هنايا تبارك الله ما شاء الله وهذا اللي هنايا هذا اللي خارج هذا اللي خارج ها ماشي ديالك الله يسخر تبارك الله الله يحفظك اخي بارك الله فيك مصطفى اش كاين هنايا كاين البراهما وكاين الويندوز البراهما البراهما شحال دايره هادي اللي هادي 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 اللي هنا هادي البرهمة 350 درهم هذا ناكازاكي تبارك الله شحال جبتي الطاي الثمن 250 درهم وهنايا هذا الويندوز ثمنهم 500 درهم تبارك الله ما شاء الله المكسيكي راه 250 المكسيكي راه 250 جويجه الله يسخر والرقم ديالك تخلي الرقم 06 72 47 79 34 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي عجبو هاد الدجاجات ولا اللي بغى هاد السلالات يتواصل مع الاخ مباشره الله يسخر اخي الله يحفظك هنا راه كاين الوطواط راه عنده 4 شهور هو في القفز ولف هنايا ياك وانتم كتشوف غدا نولعكم الثمن شحال 200 درهم الثمن راه 200 درهم هنا هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله راه السوق القريعة راه معروف الطيور موجود في الطيور خاص بنادم يكون يعرف هادشي اللي كاين الله يسخر الله يحفظك هنا كنار تكير اه راه داوي بيض اه داوي بيض هذا واجد هذا واجد راه وراه هيج هنا ماشي كي غني راه هيج تكير شحال عنده السن؟ اه كنحيد منه انا الحيد الجوي حيد من حدا داكشي اللي كاين يبردوه يبردوه يبقاو عليه بال يبقاو يقدر يوقف لك داكشي اللي كاين داكشي يقدر يتعصب يدخل البدالة ما تعرفش يطرى به هو الطويرش من زيادة ديالاش؟ خويا هذاك عنده عام ونص عنده عام ونص راه تبارك الله ما شاء الله راه طوير واعر الثمن ديالو
راه 35 الف فرانك 7000 ريال 35 اورو راه كالم مكلم وهيج وهنايا انت واش شحال الثمن هنايا هادو البيضه كنقولوا 28 البيضه 28 هادوك 170 5600 5600 وهنايا هاد المجلجين هادو كنقول 150 وهاد المجلجين ديالك كنقول 220 150 والاخر 220 والرقم اخي 0623 52 41 12 في الواتساب راه فيه حتى الواتساب واللي عجبو الطويرات باقي عندك طويرات في الدار راه باقي عندك طويرات عندك سطيله وكنار لا عندي الكاميرا راه عنده الكاميرا الاخ سبيسيال في الكاميرا والوطواط اللي عجبو يتواصل معاه مباشره راه عنده الواتساب راه يوريكم الطويرات تجيو وهذا الشيء اللي كاين الله يسخر احتراماتي لك اخي الله يحفظك الله يحفظك انا سفيان من البغويط بغويط قطيطانو شحال الثمن هنايا 500 درهم البياس راه تبارك الله ما شاء الله شحال عنده في السن تكرر عنده 6 شهور نجي ورا باقا شمبور عنده 4 شهور والرقم 06 63 700 900 هذا هو الرقم ديال الاخ في الواتساب نحل نقدر نحل باش يبانو هانتي ما كتشوف راه تبارك الله ما شاء الله راه الكريه من الفوق كتمرقان تبارك الله ما شاء الله الله يسخر اللهم بارك اللي عجبو هاد الحميمات يتواصل مع الاخ مباشره الله يسخر تبارك الله عليك الله يحفظك هنا راه مقنين كير هذا ياك اخي الكره بجوج واش شاد الودانيه هذا شاد الودانيه قلت تحتاني حتى هو راه ودانيه هذا راه مولف شحال عنده في القفز هذا فوقاني راه عنده 6 شهور في القفز قلت تحتاني تحتاني راه عنده شهرين راه حتى هو بدا كيولف شويه الف هو يبدل عند بنادم صافي خايف هو يبدل عند شي واحد صافي راه غيرتاح داك الشيء اللي كاين والثمن هنا 400 فوقاني هذا 400 درهم راه مولف في القفز والاخر الاخر 300 درهم والرقم اخي 0648 52 027 في الواتساب راه في حتى الواتساب عندك شي طويرات اخرين المهم تواصلوا مع الاخ اللي عجبو هاد السليعات وراه عنده تاع سطيله خدام مع سطيله راه الاخ خدام في الوطواط وسطيله مقنين والوطواط اللي عجبو شي حاجه تواصل مع الاخ الله يسخر اخي الله يحفظك